حاولوا دفننا ولم يعلموا أننا بذور. وها قد صدق المثل المكسيكي، الفلسطينيين يتحدون القضبان والجدران، يتحدون ظلم السجون والأحكام المؤبدة لينجبوا ويتكاثروا كأشجار زيتون فلسطين. فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للنور أن ينبثق. أسرى وزوجاتهم يكسرون الحصار والسجون، نطف تخرج بالتهريب لتعلن عن ولادة طفل جديد، والده خلف القضبان وأمه حرة وحرة وحرة، ويزداد العدد وتبقى الإرادة. فكيف يحدث كل هذا؟ النطف المهربة، حياة جديدة وخطة جهنمية. متى بدأت؟ ومن هو صاحب الفكرة؟ ولماذا تخشاها إسرائيل؟ من الصعب أن نلتقي عن قرب، فلماذا لا تتم عملية التلقيح والإنجاب عن بعد؟ تلك هي الفكرة وذلك ما حدث. النطف المهربة أو النطف المنوية للأسرى فكرة تمثلت بالإنجاب عن بعد، وذلك عبر تهريب نطف منوية لأسرى فلسطينيين يقبعون في السجون الإسرائيلية، وتلقيح زوجاتهم بها لإنجاب الأطفال. بدأت الفكرة لدى المتزوجين من الأسرى، خصوصا هؤلاء الذين يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد ومدى الحياة، وذلك في طريقة لكسر حاجز السجون، وفي ظل الحرمان من اللقاء الشرعي بالأهل وحقهم في الإنجاب. كانت الفكرة هي الحل لينجبوا أولادا بعيدا عن منازلهم. في البداية ظهرت العديد من الأصوات المعارضة للفكرة، معتبريها غريبة وغير معتادة على المجتمع الفلسطيني الذي يوصف بالمحافظ، خصوصا أنها تبنى على نمط أن تحمل الزوجة وتنجب وزوجها خلف القضبان. ومع السنين ونجاح الفكرة في كل مرة، بات المجتمع الفلسطيني أكثر تقبلا لها، خصوصا لأصحاب الأحكام الصعبة والذين يفرض عليهم عدم رؤية زوجاتهم. فكرة تحضير وعملية هروب، وفي النهاية فرحة لا تتكرر. أول تجربة ناجحة كانت في أغسطس من العام 2012، حيث سجلت حينها أول حالة ناجحة لولادة طفل من النطف المهربة، وكانت للأسير عمار الزين المعتقل منذ العام 1998 بحكم السجن المؤبد 26 مرة، بالإضافة ل25 عاما بتهمة تنفيذ عمليات مسلحة خلفت قتلى وجرحى من الإسرائيليين. لأن المرة الأولى كانت ناجحة، أعاد الزين الكرة بعد عامين بذات الطريقة لينجب بذلك طفلين وهو خلف القضبان حقا. عملية الزين لم تكن مجرد تحقيق حلم لرجل لن يخرج من السجن أبدا، بل كانت عملية كسرت كل حدود السجن وأعلنت عن طريقة جديدة لاستمرار النضال، حيث لاقت استحسانا مجتمعيا وشعبيا بعد ذلك، واعتبرها البعض فصلا جديدا في المقاومة ضد إسرائيل. وكونها قضية تعود لمجتمع مسلم، فقد كانت بحاجة لفتوى شرعية لتطبيقها، حيث مرت الفتوى الشرعية لها بعدة مراحل. ففي البداية اقتصرت على زوجات الأسرى اللواتي دخل بهن، ثم أجيزت لمن لم يدخل بهن، وتم الإجازة الثانية بحجة الخوف من عدم قدرة الأسرى وزوجاتهم من الإنجاب بعد خروجهم من السجن، وذلك بسبب تقدمهم في العمر حينها. وفي أكتوبر من العام 2019 أصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري فتوى تخص عملية النطف المهربة، حيث قال إنه لا مانع شرعا من إجراء عملية للزوجة سواء كانت مدخولا بها أم لا، ولكن وفق شروط يجب أن تجتمع كلها، وهي وثيقة عقد الزواج وموافقة الزوجة على العملية، أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الأنثوية من زوجته فقط.
إجراء العملية في مركز طبي معروف ومرخص لإجراء هذا النوع من العمليات، حضور شاهدين أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة، حضور أحد المحامين الثقات للتوثيق. ثم اشترط لبراءة الذمة إشهار العملية عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى لتصبح بذلك العملية حلال شرعاً. ولكن كيف يتم تهريب النطف من سجون محصنة للغاية؟ عملية التهريب دائماً ما تكون سراً، ويخفي ذوي الأسرى والقائمين على الفكرة الطرق، وذلك خوفاً من كشف إسرائيل للطريقة ومنعهم من تكرار العملية مع بقية الأسرى. وأوضح مختصون أن عملية التهريب تتم أحياناً عبر ذوي الأسرى، وذلك وفق إجراءات طبية كاملة وحذرة، حيث ترسل النطفة سريعاً لمركز طبي مختص، يجري عليها الفحوص اللازمة، ثم تحقن داخل البويضة المجهزة سلفاً. وفي كل مرة تتم العملية بنجاح، تنتقم إدارة السجون الإسرائيلية من صاحب النطفة المهربة. تضم السجون الإسرائيلية اليوم ما يقرب 4600 فلسطيني، من بينهم 544 عليهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات. ومنذ العام 2012 وحتى اليوم نجح 71 أسيرا بالإنجاب عبر النطف المهربة، 53 منهم من الضفة الغربية، و11 من قطاع غزة، وستة آخرون من القدس، وواحد فقط من فلسطيني الداخل، وقد أنجبوا 102 من الأطفال عبر تلك السنوات، منهم بعض التوائم، مع عدد آخر من الأسرى ينتظرون إنجاب أطفالهم بذات الطريقة. وقد أكد رياض الأشقر المختص بشؤون الأسرى أن بعض عمليات التهريب باءت بالفشل، لكنها بقيت طي الكتمان خوفا من عقاب الأسرى من قبل إسرائيل. مؤخرا عادت قضية تهريب النطف المهربة للأسرى الفلسطينيين للواجهة، وذلك بعد صدور فيلم أميرة الذي سلط الضوء على القضية، حيث تضمن العمل قصة من وحي خيال الكاتب، كانت البطلة فيها فتاة تدعى أميرة، ولدت عبر نطفة مهربة من والدها السجين لدى إسرائيل، لكنها بعد مدة اكتشفت أن النطفة تعود لضابط إسرائيلي كان هو المسؤول عن عملية التهريب داخل السجن، واستبدل العينة قبل تسليمها لعائلة الأسيرة. الفيلم الذي سلط الضوء على قضية واقعية أثار الجدل وانتقده العديد من الفلسطينيين، حيث اعتبرت العديد من الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى أن الفيلم يشكك في نسب الأبناء الذين تم إنجابهم عبر النطف المهربة. الفيلم الذي صور بالكامل في الأردن عام 2019 وأنتج بشكل مشترك بين الأردن وفلسطين ومصر، تم ترشيحه لجوائز الأوسكار لتمثيل الأردن، لكن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عادت لتعلن سحب ترشيحها للفيلم بعد الجدل حوله، وقالت إن سبب ذلك القرار هو تفسير الفيلم من قبل البعض بأنه يمس القضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم. وبينما يثار الجدل حول الفيلم السينمائي ويكثر الحديث عنه في وسائل الإعلام، تستمر عمليات تهريب النطف من داخل سجون إسرائيل لتعلن عن حياة جديدة وجيل جديد ولد رغم كل الحواجز والصعوبات ليرى النور، بينما يقبع آباؤهم في الظلام بانتظار الفرج.